بلا مطاعم بلا بطيخ، شاورما على السريع من مطبخ آلاء إيزولي، بدون نقع بدون خلاط وبدون خطوات زايدة. امتى ما اشتهيتوها خلال 10 دقايق فيكن تجهزوها. بدي كيلو صدور دجاج، رح قطعه بسكينة شاطرة، شرايح كتير رفيعة مثل هاي مشان يستوى على السريع ويتأمر وشن معي. وهلأ على التتبيلة من ألز تتبيلات الشاورما، بدي معلقتين لبن، برش ليمون وبرش بردقان، وعصير ليمونة كاملة وعصير ربع بردقانة، ومعلقتين خل ومعلقة كبيرة ثوم مهروس. هلأ البهارات كتير بسيطة، ما بدها غير ملح وفلفل وبابريكا وزنجبيل وهيل، وبهرون لقلكن. بتبل الدجاج كتير منيح بالتتبيلة، وهالتتبيلة بالذات لا بدها نقع ولا بدها شي ولا بدها زيت، لأني هلأ رح قليهم بكمية وفيرة من زيت الزيتون. يلا على مقلاية حامية بحط زيت الزيتون، بحميه كتير منيح وبنزل عليه شرائح الدجاج، بقلب فيهم 5 دقايق على نار عالية. هلأ بصفي التتبيلة الزايدة وبخليها عجنب مشان حمس فيها الصندويشات، خليهم على نار عالية مشان يتلدوعوا. أنا بحب لف الشاورما بالخبز المشروح، رغيف كبير بطوي على طاقين مشان ما تطلع السقسقة منه. رح حط كريم التوم ورح حط دبس فليفلة حد اختياري ومخلل. شوفوا لي ما شاء الله على هالتحميصة، كأني قاشرتن من على سيخ الشاورما. يلا ندعم الصندويشة بالجاج ومنلفها كتير منيح مشان ما تفتح معنا وقت التحميص. وبتتذكروا زوايد التتبيلة اللي خبيناهن، منحطهم بالمقلاية اللي قلينا فيها الدجاج، منحط الساندويشات، منسقيهم من الجهتين ومنحمصهم. ولا أطيب.